من زاوية أخرى معايا عبر زوم الآن واحد من نجوم أرسنال السابقين توماس دانييلي فيشيوس، لعب في كلوب بروج، لعب في برما الإيطالية، وبالتأكيد لعب في أرسنال، وهو رئيس السابق للاتحاد الليتواني لكرة القدم. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا بالجميع، شكرا جزيلا على استضافتي على التلفزيون المصري، مرحبا بالجميع. بداية حابب استعيد معاك ذكريات أرسنال الماضي، أرسنال العظيم، أرسنال النجوم الكبيرة، ماذا تتذكر عن الجيل اللي لعبت معاه مع أرسنال؟ سؤال جيد جدا. بالطبع فترة لعبي مع أرسنال كانت منذ حوالي 24 عاما أو 23 عاما، منذ عام 2000، كانت فترة رائعة. الفريق الذي كنت ألعب بجواره فريق رائع، فريق متكامل، كان معنا تيري هنري، دينيس بيركم، ليونبرغ، أيضا بيريس، وكان توني آدمز، لاعبين دوليين، ديفيد سيمان حارس مرمى. كانت فترة رائعة لألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الذين صنعوا تاريخا مع أرسنال. لماذا غاب أرسنال عن البطولات الكبيرة، غاب عن أنه يطلع نجوم كبيرة وعظيمة بعد هذا الجيل، باستثناء طبعا الموسم الماضي والموسم الحالي اللي تحسن فيه أرسنال كثيرا؟ لماذا كل هذه الفترة من الغياب بالنسبة لأرسنال؟ حسنا، بالطبع كرة القدم، كرة القدم مؤخرا تتغير كليا. أرسنال منذ عام 2006 يحاول أن يصنع الفريق، والنادي لا يستثمر بالشكل الأمثل في هذا الوقت، والآن الأندية تهتم، النادي اهتم بالبنية التحتية في الفترة الماضية، ولكن الآن كما نرى الأرسنال قد استطاع أن يستعيد توازنه وينافس مانشستر سيتي. إذا رأيت الأرسنال منذ أيام كان على قمة الجدول، وكذلك الموسم الماضي، فالفريق الآن فريق تنافسي بشكل كبير، يريد أن ينافس. الآن الأرسنال لديه فرصة ليفوز بدور الأبطال، الأرسنال لديه الفرصة كذلك لينافس على كل البطولات هذا الموسم. أرسنال الموسم الماضي كان على وشك الفوز بالدوري الإنجليزي وأهدر الصدارة في الأسابيع الأخيرة، هل تتوقع أن يستمر أرسنال في المنافسة هذا الموسم حتى النهاية ويستطيع بعد غياب طويل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ بالطبع الأرسنال الآن مع فترة التوقف وبعد العودة استطاع أن يفوز بثلاث نقاط ويسبق مانشستر، وأستطيع أن أقول أنه سيسبق مانشستر سيتي. فمع كل هذه المجموعة من اللاعبين ستكون منافسة قوية بجانب أيضا مانشستر يونايتد، فالأرسنال الآن أستطيع أن أقول أنه سينجح أن ينافس بشكل كبير كما كان الحال بين ليفربول ومانشستر سيتي منذ سنوات، والأمر يختلف الآن عما كان عليه في السنوات الماضية. كما قلت في العام الماضي أرسنال بنفس الخطوات في المنافسة ويريد أن يفوز باللقب. ليفربول كمان تحسن كثيرا هذا الموسم، توتنهام في الصورة، حتى أستون فيلا كمان في الصورة، هل تتوقع المنافسة هذا الموسم هتكون منافسة ثنائية فقط بين السيتي وأرسنال، ولا ممكن نشوف ليفربول ينافس، نشوف توتنهام ينافس، نشوف أستون فيلا ينافس؟ نعم، ستكون هناك منافسة بين هذه الفرق الأربعة أو الخمسة الذين ذكرت، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، وأستون فيلا، ولا نستطيع أن ننسى مانشستر يونايتد ونيوكاسل. نيوكاسل يستطيع أن يعود للمقدمة مرة أخرى. هذه الفرق ستقاتل من أجل اللقب، ولكني أرشح الأرسنال كنادي المفضل. عايز أسألك تحديدا على ليفربول، وبالتحديد أكثر عن محمد صلاح،
رأيك فيما يقدمه محمد صلاح عبر مسيرة طويلة كبيرة وعظيمة في ملاعب كرة القدم الإنجليزية والأوروبية؟ أعتقد أنه قد أبلى بلاء رائعا في إنجلترا، والأفضل له أنه لم يترك ليفربول. هو ليس فقط لاعب مميز، ولكنه هو اللاعب الأميز، وخصوصا مع المنتخب المصري وليس فقط مع ناديه. وأستطيع أن أقول أنه الأميز في تاريخ مصر وليس الموسم الحالي. أستطيع أن أقول أن محمد صلاح يحظى بالدعم الكامل، وهذا ما جعله يبقى في ليفربول ولا يغادر للدوري السعودي. ربما كان لديه العرض الأفضل خارج ليفربول، ولكنه بقي في ليفربول، وهذا يدل على ثبات واستمرارية مستوى محمد صلاح مع ليفربول. هل تنصح صلاح أنه يستمر مع ليفربول حتى نهاية مسيرته، ولا شايف أنه محمد صلاح يحتاج لفرصة جديدة مع فريق آخر؟ هو بالفعل في قمة المستوى وفي أفضل الأندية، هذه أفضل الأشياء. لا أستطيع أن أقول بالنسبة لي، ولكن بالنسبة له أستطيع أن أقول هو يلعب الآن في أفضل من أفضل أندية العالم. فبالتالي ماذا تريد أن تفعل يا محمد؟ ما المزيد الذي تريده؟ أنا أستطيع أن أقول أنه في دوري جيد جدا وفي نادي جيد جدا. لعبت في تشكيلة مع أرسنال، هي التشكيلة ربما أو واحدة من أفضل التشكيلات على مر التاريخ في كرة القدم. لو قلت لك دلوقتي تختار تشكيلة من أفضل لاعبي العالم تحب تلعب معهم، تشكيلة من كل الفرق مش من فريق واحد. هذا سيكون صعب جدا علي، ولكن يوجد الكثير من اللاعبين الرائعين في تاريخ أرسنال، وخصوصا في السنوات الماضية تحديدا، لأصنع تشكيلة أو فريق من هؤلاء اللاعبين. بالطبع سيكون لدينا دينيس بيركام، تيري أنري، وفي خط المنتصف بيريس، ولا أستطيع أن أنسى فابريغاس، مارتن أوديغارد، ديكلان رايس، English stars like Tony Adams. توني آدمز في خط الدفاع، وأيضا في حراسة المرمى ديفيد سيمن. أعني أن هناك الكثير من اللاعبين الذين لم أذكرهم، وربما بالطبع هم يستحقون أن يكونوا في التشكيل الأمثل، ولكنهم من الصعب أن أسمي كل هؤلاء اللاعبين بالنسبة لتشكيلة أرسنال التاريخية. توماس دانفيلشوس نجم أرسنال الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم.